السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الحادي عشر في درس جديد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات المسار التكنولوجي الوحدة الثانية درس الحوسبة السحابية. في الحصص السابقة تعرفت على مراحل دورة حياة النظام وأن لكل مرحلة فريق عمل يقوم بمهام محددة، ولكن هل تساءلت ماذا يحدث إذا كان أفراد الفرق المختلفة تعمل عن بعد؟ كيف سيتم تبادل الملفات؟ وكيف سيتم اختبار البرامج وتطويرها في غياب باقي أعضاء الفريق؟ مثال آخر، هل تعلم أن فريق التعليم الإلكتروني والمعلمين بدولة قطر يقوم بإرسال كم هائل من الدروس والملفات للطلاب على سحابة إلكترونية؟ يستطيع الطلاب استخدام برامج مثل تيمز للوصول والتعديل على هذه الملفات؟ هل تعلم ما هي هذه السحابة؟ هل تعلم مما تتكون؟ ولفهم آلية عمل الحوسبة السحابية يجب عليك أن تنتبه لما سنتعلمه اليوم، وسنتعرف اليوم على مفهوم الحوسبة السحابية ودوافع استخدامها وأنواعها، مكونات الحوسبة السحابية والواجهات الأمامية والواجهات الخلفية، أدوات واعتبارات اتخاذ قرار العمل بالحوسبة السحابية أم العمل بالحوسبة داخل المؤسسات، ومزايا الحوسبة السحابية، نماذج خدمات الحوسبة السحابية IaaS وPaaS وSaaS. لنتعرف أولاً على المصطلحات العلمية الجديدة لدرس اليوم. الحوسبة السحابية Cloud Computing، عميل Client، منصة Platform، خدمة Service، التخزين Storage، والبنية التحتية Infrastructure. لنبدأ بالمفهوم الأول لدرس اليوم وهو مفهوم الحوسبة السحابية. يجب علينا أولاً التأكيد بأن السحابة هي مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل معاً لتقديم خدمة للمستخدم عبر الإنترنت، ومثال على الأجهزة مثل الخوادم وأجهزة التخزين، ومثال على البرامج مثل جوجل درايف. يمكن الآن أن نستنتج أن الحوسبة السحابية هي استخدام الأجهزة والبرامج لتقديم خدمات عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين من الوصول إلى الملفات والتطبيقات وموارد معالجة البيانات، ويحتاج المستخدم فقط إلى جهاز حاسوب متصل بالإنترنت للاستفادة من جميع خدمات السحابة. يمكن التعرف على الفرق بين الحوسبة التقليدية والحوسبة السحابية بأن الحوسبة التقليدية المقصود بها تخزين البيانات على قرص الصلب المحلي داخل الحاسوب الخاص بك، أما الحوسبة السحابية فتقوم فكرتها على وجود شركة مثل جوجل يطلق عليها اسم موفر الخدمة، تقوم بتوفير سحابة من البرامج والأجهزة مثل الخوادم، وتقوم أيضا بتخزين ومعالجة البيانات داخل هذه الخوادم. لنتعرف الآن على دوافع استخدام الشركات للحوسبة السحابية. أصبحت الشركات أكثر وعياً بإمكانية توفير التكلفة عند استخدام الحوسبة السحابية، لذلك فإن أهم العوامل التي تدفع الشركات لاستخدام الحوسبة السحابية هي استخدام معدات وخدمات الاستضافة التي يوفرها مزود الخدمة السحابية لتوفير رأس مال الشركة، ومن أمثلة المعدات وحدات التخزين الخوادم ومكونات الشبكات، ومن خدمات الاستضافة استضافة تطبيقات الشركات لتوفير تكاليف النشر والصيانة. الآن كيف تفرق بين الحوسبة السحابية العامة والحوسبة السحابية الخاصة؟ الحوسبة السحابية العامة تتكون من ملفات وتطبيقات ووحدات تخزين وخدمات متاحة للجمهور عبر الإنترنت، ومن أمثلتها جوجل درايف. أما الحوسبة السحابية الخاصة فهي خدمات الحوسبة السحابية المخصصة للشركات، وتكون متاحة لموظفيها فقط، ومحمية بقواعد أمان للحفاظ على خصوصيتها مثل مايكروسوفت إكستشينج. المفهوم الثاني لدرس اليوم هو مكونات الحوسبة السحابية أو المقصود بعمارة الحوسبة السحابية. وتتكون الحوسبة السحابية من واجهتين أساسيتين، الأولى تسمى الواجهة الأمامية للنظام Front End Platform، ويطلق عليها أيضا اسم الحافة Edge، والتي تعبر عن العميل والتطبيق الذي يستخدمه العميل للحصول على خدمات الحوسبة السحابية. أما الواجهة الأخرى فتسمى الواجهة الخلفية للنظام Back End Platform أو Back End، والتي تتكون من أجهزة حواسيب مختلفة مثل الخوادم وأنظمة التخزين، والتي مسؤولة عن خلق سحابة من خدمات الحوسبة السحابية.
لنتعرف الآن على مكونات الواجهة الأمامية للنظام بشكل أوضح، أطلق المطورون مصطلح هندسة الواجهة الأمامية للتعبير عن أي جزء يواجه المستخدم من بنية الحوسبة السحابية، وهو الجزء الذي يتفاعل مع المستخدم النهائي والذي بدوره يشكل تجربة المستخدم، ويتكون من جانبين أساسيين، الجانب الأول وهو جانب العميل، وتسمى المنصة الأمامية للنظام باسم العملاء. يحتاج العميل إلى جهاز حاسوب وأجهزة إدخال للتعامل مع هذه الواجهة. يتم التطوير الدائم للأجهزة والتطبيقات ليستخدمها العميل من خلال الحوسبة السحابية. الجانب الثاني وهو التطبيق، وهو العمود الفقري للخدمة، يتم التركيز عليه لضمان عمله كما هو متوقع. يعبر أيضا عن البرنامج الذي يشغل الحوسبة السحابية من جانب المستخدم، مثل متصفح الويب أو أي تطبيق آخر يكون من جانب العميل. يأتي الآن مفهوم هندسة الواجهة الخلفية باك إند، وهي جزء بنية الحوسبة السحابية التي تشغل الواجهة الأمامية للنظام، حيث تتضمن مكونات النظام من أجهزة تخزين وخوادم، ويمكن أن تقع هذه الخوادم في مواقع بعيدة وقد تكون متفرقة جغرافيا. وتعبر هندسة الواجهة الخلفية للنظام عن المكونات التالية: أولا المنصة، ثانيا الخدمة، ثالثا التخزين، رابعا البنية التحتية. يمكننا فهم آلية عمل المنصة من خلال التعرف على الفرق التالي: في المواقع العادية يقوم تطبيق المستخدم بالتعامل بشكل مباشر مع خادم الموقع، أما في الحوسبة السحابية لا يمكن لتطبيق المستخدم من التعامل بشكل مباشر مع خادم الحوسبة السحابية، لذلك وجب وجود المنصة لتكون الوسيط بين الخادم والمستخدم. ويمكن تلخيص مفهوم المنصة على أنها الوسيط بين الخادم والمستخدم، هي الواجهة التي تنسق بين احتياجات المستخدم والخدمات المقدمة من جانب السحابة، تستخدم عادة لغة البرمجة. لنستكمل معا مكونات الواجهة الخلفية للحوسبة السحابية. ثانيا الخدمة، والمقصود بالخدمة هي الوظائف المقدمة في الحوسبة السحابية، تتطلب التعامل مع عمليات الإخراج المتوقع للمستخدم. يتم تقديم الخدمات في وقت التشغيل السحابي، وهي أحد المكونات الرئيسية للسحابة ومشابه لقلب العمارة. ثالثا التخزين، والتخزين هو العامل الأساسي لتشغيل والاستفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية، من خلاله يتم تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة وكيفية تنفيذها، وتتم إدارته بواسطة برنامج إدارة محركات الأقراص بالخادم. وأخيرا البنية التحتية، وهي المحرك الذي يشغل جميع خدمات البرمجيات السحابية، تحتوي على وحدة المعالجة المركزية CPU، تحتوي أيضا على وحدة المعالجة للرسومات GPU، اللوحة الأم، وجميع المكونات اللازمة للنظام ليعمل بسلاسة. المفهوم الثالث لدرس اليوم هو أدوات واعتبارات اتخاذ قرار العمل بالحوسبة السحابية أم العمل بالحوسبة داخل المؤسسات. ولاتخاذ هذا القرار تستخدم الشركات نظام ERP، ويعتبر أحد أكثر العوامل أهمية في اتخاذ قرار اختيار تقديم النظام من خلال الشبكة الداخلية للشركات أو من خلال استخدام الحوسبة السحابية. ويعتمد هذا القرار على بعض الاعتبارات، منها خصوصية البيانات وحجمها، ومثال عليها بيانات العملاء المالية، وأيضا مدى الحاجة إلى موارد الخدمات السحابية والتي تستخدم في بعض الأحيان لتقديم بعض الخدمات المصرفية. لنتعرف الآن على عوامل وتساؤلات اتخاذ قرار الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية. العامل الأول وهو الأمن المعلوماتي وتساؤلاته: ما مدى حساسية البيانات؟ ما هي آليات النسخ الاحتياطي؟ ما هي طرق الوصول إلى البيانات في حالة فقدانها؟ العامل الثاني سرعة الوصول وتساؤلاته: هل تمتلك المؤسسة المعدات والبرامج والأجهزة لاستخدام الحوسبة وخدماتها بصورة سريعة؟ هل يوفر مزود الخدمة السرعات المناسبة للإنترنت لاستخدام الحوسبة السحابية؟ العامل الثالث وهو التوافر وتساؤلاته: هل هناك بدائل توفرها الحوسبة السحابية في حال انقطاع خدمة الإنترنت؟ كم من الوقت الذي يحتاجه مزود الخدمة لإعادة الخدمات بعد انقطاعها؟ نستنتج مزايا الحوسبة السحابية في أنها قابلة للتوسع حسب نمو الشركة، إمكانية الوصول للأنظمة من جميع أنحاء العالم، التكلفة الأقل، والحد الأدنى للدعم الفني.
يأتي الآن المفهوم الرابع والأخير لدرس اليوم، وهو مفهوم نماذج خدمات الحوسبة السحابية IaaS و PaaS و SaaS. ولتوضيح المقصود بهذه النماذج، استمع إلى الموقف التالي. تخيل أنك تريد أن تسكن منزل جديد. لديك ثلاث خيارات. الخيار الأول وهو IaaS أو البنية التحتية كخدمة، والمقصود بها أن تشتري أرض بها جميع مكونات البنية التحتية وتقوم أنت ببناء المنزل. الخيار الثاني وهو PaaS، والمقصود به المنصة كخدمة، وهي أن تشتري منزل تم بناؤه على أرض بها جميع خدمات البنية التحتية وتقوم أنت بتصميم وتجهيز باقي الخدمات بالمنزل. الخيار الثالث وهو SaaS أو البرمجيات كخدمة، وهي أن تشتري منزل به جميع الخدمات وهو مؤسس بشكل كامل وتقوم أنت باستخدام هذه المكونات والإمكانيات بشكل مباشر. إذن نماذج خدمات الحوسبة السحابية هي: أولاً، نموذج IaaS يوفر البنية التحتية التي يوفرها مزود الخدمة عوضاً عن مراكز بيانات ومعدات وخوادم مكلفة، لذلك تلجأ الشركات إلى استخدامه لتوفير رأس المال. ثانياً، نموذج PaaS، ويسمح هذا النموذج لمطوري النظم والمبرمجين بإنشاء البرامج والتطبيقات واختبارها وإطلاقها باستخدام الأدوات التي يوفرها مثل نظم التشغيل، خدمات الاستضافة، وإدارة قواعد البيانات. ثالثاً، نموذج SaaS، ويمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج والخدمات عبر الشبكة دون الحاجة إلى تثبيتها، ويقوم مزود الخدمة بتوفير الموارد التي تحتاجها التطبيقات لتعمل بكفاءة. يمكن القول أن لكل نموذج من نماذج خدمات الحوسبة السحابية العديد من الإيجابيات والتحديات، نذكر منها على سبيل المثال: أولاً، لنموذج IaaS مثال عليه Amazon Simple Storage Service. من إيجابياته المرونة، حيث يمكن زيادة الموارد المستأجرة أو تقليلها حسب حاجة الاستخدام. من تحدياته، قد يشكل أمن المعلومات قلقاً بسبب البنية المتاحة للعديد من المستخدمين. نموذج PaaS مثال عليه Amazon Web Service. من إيجابياته سهولة الاستخدام حتى للمبرمجين المبتدئين. من تحدياته، قد تتدنى جودة الخدمات المقدمة حسب كفاءة وموثوقية مزود الخدمة. نموذج SaaS مثال عليه جوجل أبس أو جيميل. من إيجابياته، يمكن المستخدمين من الوصول إلى البرامج عبر المتصفح ومن أي جهاز حاسوبي. أما من تحدياته، قد تتعطل الخدمة إذا حدث مشاكل للمتصفح وتحتاج إلى ترقية المتصفح بشكل دوري. الآن عزيزي الطالب، يمكنك فتح كتاب مادة تكنولوجيا المعلومات والاطلاع على المزيد من الإيجابيات والتحديات لكل نموذج. وأخيراً يأتي السؤال الهام الآن: هل بياناتك بأمان في التخزين السحابي؟ بشكل عام، لا يوجد حل آمن لحفظ البيانات بنسبة 100%، ولكن يجب علينا أخذ بعض الإجراءات والاعتبارات التي تدعم أمان البيانات بشكل كافي، ومنها توخي الدقة عند اتخاذ القرار، والقرار هنا هو قرار استخدام الحوسبة السحابية أم لا. ثانياً، المسؤولية، والمسؤولية هنا مشتركة بين العميل ومزود الخدمة. ثالثاً، التطوير، وهو الاطلاع الدائم على تحديثات سياسات الأمن الرقمي. وأنت، هل بياناتك بأمان في التخزين السحابي؟ سؤال وجب التفكير فيه.